خليني اقول لكم كده عشان برضو نبقى احنا بنتكلم كلام علمي لطيف ظريف. اقول لكم كده الدراسات والعلم بيقول ده تحفه. اللي انت عندك ده تحفه. بيقول ايه هي الرعايه وايه هي التربيه. صح. علميا الرعايه انك تاكل الطفل، تشربه، تلبسه، تعلمه يغسل سنانه، تعلمه انه ياخد باله وهو بيعدي الشارع، تعلمه انه يذاكر دروسه كويس. دي رعاية. تعلمه دي الرعايه. دي الرعايه. تذاكر له دي يعني رعايه. حتى غسيل اسنان رعايه طبعا. كل التفاصيل دي رعايه. دي مهمه. تعلمه ازاي يستحمى، تعلمه ازاي يهتم بنظافته. دي كلها الشخصية. دي كلها رعايه. يعني غسيل السنان جزء من النظافه الشخصيه. فاهمه؟ تذاكر له كويس عشان يطلع. المذاكره مش تربيه، المذاكره رعايه. انت عارفه ليه بقى رحت على غسيل السنان بالذات والحموم؟ في امهات مع كامل احترامي يعني كل امهات بيتعاملوا مع غسيل السنان والحموم ان ابنها نظيف وبيغسل سنانه على انها يعني انجاز كبير قوي. يعني عملت انجاز عظيم، مع ان انت بتقولي هي دي واحده من اساسيات الرعايه زي الاكل والشرب. يعني غسيل السنان والحموم يعني هي في امهات بيتعاملوا مع نفسهم على انهم ضحوا بكتير عشان يعني في تفاني في الموضوع عشان لمجرد ان الولد او البنت بيغسلوا سنانهم. فانا مبسوطه انك قلتي ده. حلو. طيب دي الرعايه بقى. اما التربيه بقى بصوا وركزوا معايا عشان تبقوا فاهمين الفرق ما بين الاثنين. تشكيل القناعات وهي القيم والمبادئ والعقائد والطموحات الخاصه بالطفل وتخطيط عقليته ليواجه المجتمع والمستقبل. ان انا اربي مخه، اكون له شخصيه، اشكل دماغه، رؤيته للحياه وللناس وللعيشه. صح. توجيه الاهتمامات يعني تساعده يقضي اوقات فراغه في اشياء مفيده. حلو ده. وتعوده على القيام باشياء تتفق مع اهتماماته. حلو. صح. تنميه المهارات يعني تشجعه وتدعمه انه يمارس رياضه او يمارس هواياته وينمي مهاراته اللي هي جزء من هواياته. وانا اسف اللي قبليها كمان تتفق مع هواياته. ما هي بالظبط اللي هي طبعا اربي ابني. صح. على حسب اللي انا عايزه. لا لا، على حسب اللي هو عايزه. صح. اللي عنده من امكانيات كمان. صح. اداره العلاقات يعني أيوة. توجيهه لإدراك ما حوله من علاقات. صح. زي مثلا تصاحب مين، تتجنب مين، تتجنب ازاي علاقة مع بني آدم ما ينفعش تصاحبه. أيوة. يا جماعة دي تفاصيل مهمة. بجانب إلى بقى زرع القيم بتاعت طبعا دي كل ده. صح. ده قيم وأخلاق ومبادئ بجانب كل. صح. مين بقى عندنا مؤهل انه يدي ده وقت كبير جدا واهتمام طبعا وعقلك معاه يعني دماغك وعقلك معاه. ده كتير ده. فتيجي بقى الاب بعد شويه ما هو حبيبي ما اداش لا وقت ولا مجهود ولا طاقه ولا حاجه ولا عنده هو اساسا طاقه يدي حاجه. وبعد شويه يجي ايه لما يكبر بقى ويفاجئ يلاقي العيال هو فجاه لا ابنه كبر عنده 14 15 سنه بيشرب سجاير. صح. فيروح لامه فيقول لها ما انت لو كنتي فاضيه، ما انت لو كنتي مش عارف ايه، ما انت لو. والحقيقة انه دورك مهم جدا. 50-50 هي 50% اب 50% ام. ولذلك ربنا عمل الاسره يعني. صح. في حاجه اسمها الاسره البيت. لازم يبقوا مع بعض. وكذلك حضرتك كنت فين بقى وانت وهو بيختار صاحبه اللي خلاه يشرب سجاير او مخدرات او يعاكس بنات في الشارع فيتضرب او او او, أو ايا ما كانت الحاجات. صح. دي كلها. او حضرتك لازم هما الاثنين. هي فاهمه التربيه غلط اللي هي انا بطبخ وبغسل وبنشر وبعمل وبتاع ويعني بموت نفسي علشان. لا مش دي التربيه.